في عموم العراق يتواجد 10,000 جندي تركي يتوزعون على القواعد العسكرية. قاعدة بامرني تقع في شمال محافظة دهوك، يوجد فيها نحو 1500 جندي ومخابراتي مع قوة مدرعة، وفيها مدرج طيران. قاعدة بعشيقة، ويتمركز فيها أكثر من 2000 جندي وضابط تركي. قاعدة باروخي، القاعدة تقع على نحو 115 كيلومترا شمال دهوك، وتضم نحو 2500 مقاتل، إضافة إلى قاعدة جوية تنطلق منها الطائرات الحربية. قاعدة كاريبي تقع في ناحية باطوفة بقضاء زاخو، وفيها 200 جندي بكامل عتادهم. قاعدة زيليكان يزيد عدد جنودها عن 1000 جندي تركي. إلى جانب القواعد الأربعة هذه توجد 12 قاعدة عسكرية أيضا، منها قاعدة سانكي، قاعدة مجمع بيكوفا، قاعدة وادي زاخو، قاعدة سيري، قاعدة كويكي، قاعدة قمري برواري، قاعدة كوخي سبي، وقاعدة دريد واتيا، قاعدة جبل سرزيري، قاعدة بايتشان بقضاء سوران، وقاعدة قلاجولان. هذا بالنسبة للقواعد التركية في شمال العراق. اليوم هناك 100 نقطة داخل مناطق زاخو ومناطق العمادية ودهو. عمي طبوا 220 225 20 كيلو متر في العمق العراقي، وقعدوا بحشيقة موجودين في قمم جبال شمالنا الحبيب. وجيش عراقي وحكومة عراقية وقوات أمنية. سلم لي عليهم، تحياتي لهم. لا مو هيك الحكي، اعطونا مجال. اولا القوات التركية الموجودة بشمال العراق موجودة حتى تحارب المنظمات الارهابية، وتعرف انت المجاميع هاي ما حد يقدر يفتتها ويقضي عليها غير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. صفق رجب طيب أردوغان. بالتالي لفظة الاحتلال التركي اللي قلتها ضد التواجد التركي أبدا مو صحيحة، لأن تعرف أنه البيشمركة بقيادة الزعيم الخالد مسعود البرزاني. صفقه بقيادة الزعيم مسعود البرزاني مستحيل تخلي أي دولة ثانية تمد إيدها على شبر واحد من أراضيها إلا بموافقتها. وإلا تكون العواقب خيمة. تجدين الحدود التركية مفتوحة للإرهاب، تجدين أغلب الإرهاب الذين تم إلقاء القبض ليس في سوريا، في العراق أغلبهم. شخصيا أنا أيضا كنا نقابل بعضهم يقول بأنه تدرب واستطاع أن يبقى فترة طويلة في إسطنبول ويلتقي بأهله، بل تعتبر إسطنبول نقطة تلاقي بين عوائلهم وبين إجازاتهم وعملهم داخل سوريا. طبعا هذا على علم من الحكومة يعني. بالتأكيد آلاف آلاف. طبعا هاي المعلومات العالم كله يعرف بها ويعرف مصداقيتها، بس لحد هاي اللحظة سمعت فضائية طرقت لهاي الحقائق الدامغة؟ شفتوا إعلامي عربي صد لهذا الدور التركي الخطير وحاول يعرضه للرأي العام العربي؟ سمعتوا وشفتوا تظاهرات حاشدة صيح تركيا برا برا، بغداد تبقى حرة؟ الوحيدين اللي صدوا الجرائم تركيا هم إعلاميين الأبطال اللي ماكو حلقة طلعوا بيها وما نددوا بسياسة تركيا وما فضحوا مخططاتها ومؤامراتها الخبيثة ضد بلدنا. ده سعد عدنان أبو قسوار تسمعني خالي، أنوار محمد سسحار شو ذا بها عصامت؟ لو هاي الشغلة مو اختصاصكم، لو مالكم حيلها واحتمال سامعين من أردوغان قايل اللي يفتح ملف يخص تركيا الله يكسر ظهرك وظهر خلفك. رغم أنه أنتوا إعلاميين وعندكم مساحة وجمهور، بس من نرجع لمواقفكم نلقاها مليانة ازدواجية وتناقض. ولك استحي، ولك خلوا لكم غيرة، ولك خلوا لكم شرف. ألا أفضحكم، أفضحكم فضيحة الله أكبر. تطلعون بالتلفزيون تحكون عن العوائل وتحكون عن الشرف، هو تعودكم شرف؟ هو تعودكم شرف؟ يا أخي أعملوا بصمت، هذا العمل تشتغلون عليه أنتم تأخذون عليه استحقاقات، هذا واجب واجب. هاي الطرق الاستعراضية بطلوها في إشغال الناس والسوشيال ميديا. والله ما تلام بيهم، حلو وياهم ابو زايد، مو لانه حضره جنابهم قاعدين بتركيا ومتنعمين بخيرها
يغلسون على جرائمها ولا كأنه الشغلة تعنيهم ولا كأنه هذا بلدهم. عافية عليك ساد نجم، والله عافية عليك، بس انت دول تركيا واستهتار أردوغان، طيني طيني. ولما تروح الوفود إلى تركيا يقول لهم عمي الخلل مو بينا، وحشوها الأتراك بالتلفزيون، نعطيكم مي أنتم ما تقدرون تحافظون على المي، ما عندكم سدود، لا لذبة الله حافظينه، ولا ليطلنا الأتراك حافظينه، ولا ليجي من الأخاديد ومن الفيضانات حافظينه، يفهمونا أنتم. خالي نجم الربيعي هو أنت منهم؟ والله هسه اللي يسمع كلامك عن الخزينة وعن الروافد والوديان، مو يصور أنه إحنا عندنا 10 أنهار وما نعرف نتصرف بها، ولا كأنه صارنا 20 سنة بهاي الرطينة. نجم نجم، أنتوا لو تحكون عن معرفة وافية بواقع المياه عندنا، لو سكتون ولا ظلون ضغطون من يومكم. اضرب من ترب كمان عايزة توب.